السلام عليكم. تعتبر المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف عندما كان خارج العراق، والتي قام بها عارف عبد الرزاق رئيس مجلس الرئاسة بالنيابة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوة الجوية، تعتبر هذه المحاولة من أغرب المحاولات الانقلابية العسكرية التي وقعت في العراق، لأن الذي قام بها وهو عارف عبد الرزاق الكبيسي كان يمتلك كافة السلطات في الجمهورية العراقية، ومع ذلك فشلت المحاولة، وهنا تكمن مسألة الغرابة. ولكي تكون الصورة واضحة، ولأن هذه المحاولة أصلا يعني الفاشلة لم تأتي من فراغ، فإننا لابد لنا أن نعود إلى الأسباب التي دفعت عارف عبد الرزاق إلى القيام بها. ولعل أهم هذه الأسباب هي شعور الوزراء والضباط القوميين الناصريين بأن عبد السلام عارف قد انفرد بالسلطة، وأنه لا يريد تحقيق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة. والله الاتجاه إلى الفردية لم نلمسه إطلاقا. يعني أنا أتكلم كوزير مسؤول، ما شعرت أنه عبد السلام عارف يحاول فرض رأي في الإدارة في اختيار الأشخاص أو في القوانين إطلاقا. يعني مثال، أنا كنت لجنة الدستور وكنا نناقش موضوع الدستور، إجت قضية مادة باللائحة المعروضة أنه لرئيس الجمهورية عند الضرورة إعلان تولي سلطات مطلقة بكذا، صار اعتراض عليها. أنا كنت أشوفها بصورة اعتيادية، قال لي الجماعة يعترضون على هذه، ليش ما قرأوا الدستور مع الجمهورية العربية المتحدة؟ هي مو نفس مادة كذا بالدستور؟ روح اقراها. قريتها تمام. اللائحة اللي قدمت مستوحاة من دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت. نص اتفاق القيادة السياسية الموحدة مع الجمهورية العربية المتحدة يوم 6 من 20 أول أكتوبر لعام 64 و900 ألف على أن تجتمع هذه القيادة دورياً كل شهرين، لكن ذلك لم يتحقق إلا في 19 من أيار مايو عام 65 و900 ألف. فاتهم عبد السلام عارف بعدم الجدية في السير على طريق الوحدة، وقد عقد اجتماع 19 من مايو في ظروف زادت فيها التناقضات بين عبد السلام محمد عارف والقوميين الناصريين. فدعا جمال عبد الناصر إلى اجتماع مصغر في بيته على هامش اجتماعات القيادة السياسية الموحدة بين مصر والعراق. حضره عن الجانب العراقي صبحي عبد الحميد وزير الداخلية، وناجي طالب وزير الخارجية، ومحسن حسين الحبيب وزير الدفاع، وعبد الكريم فرحان وزير الإرشاد، وناقش موضوع خلافهم مع عبد السلام عارف. وحاول عبد الناصر جاهدا تضييق شقة الخلاف، وتم التوصل إلى منهاج عمل لتدعيم الروابط داخل القيادة العراقية لم يعلن عنه. ك
كان هناك دائما شكوى مستمرة. يقول لي أنت تقبل هو؟ نعم. تقبل؟ أنا كل ما أروح للقاهرة يقعدني مثل التلميذ. من هو يقعد؟ عبد الناصر. نعم. سويت كذا وكذا. كل ما هذا كل ما تصير عندنا اجتماع بالقاهرة تشوف الأخبار راحت من داخل شكاوي. طيب احنا نلتقي هنا مثل ما هسه انت تقعد وتحكي يجون يحكون. كانوا يقولوها ليش يروحون اول مره يحكون هالحكي بناء على مثل هالشكاوي المستمره. الجماعه يفضلون ان يروحون يقولون هالحكي من اول بدايتها. ظلت تتجمع من اول بدايتها يروحون يحكون برا بدل ما يحكون وياه. ورغم محاولة الرئيس جمال عبد الناصر رأب الصدع بين عبد السلام محمد عارف وبين الضباط والوزراء القوميين الناصريين إلا أن الخلافات استمرت بينهم، بل أن عبد السلام عارف قام بالحد من نفوذهم عن طريق تعيين ضباط موالين له في المراكز الرئيسة ونقل الناصريين إلى مراكز أقل مسؤولية. ويذكر عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والإرشاد في حكم عارف في كتابه حصاد الثورة مذكرات تجربة السلطة في العراق عام 1958 إلى عام 1968 أن عبد السلام عارف اعتمد على المناطقية والقرابة والعشيرة في إسناد المناصب المهمة للحد من نفوذ القوميين الناصريين. فقد عين العميد سعيد صليبي آميرا لموقع بغداد وهو من عشيرته، والعقيد صعب حردان آميرا للانضباط العسكري وهو من عشائر الرمادي، وتولى المقدم الركن إبراهيم الداود منصب أمير فوج الحرس الجمهوري وهو من مدينة هيت، وتولى الرائد سعدون غيدان منصب أمير كتيبة دبابات الحرس الجمهوري وهو من مدينة عانة، وعين الرائد الركن عبد الرزاق النايف معاونا لمدير الاستخبارات العسكرية وهو من العوائل المعروفة في مدينة الرمادي، وعين اللواء نافع أحمد حاكما عسكريا عاما وهو من مدينة عانة. طبعا يجب أن لا ننسى أن عارف عبد الرزاق كان من مدينة كبيسة يعني من الأنبار، لكنه انقلب على عبد السلام عارف اللي هو أيضا من الأنبار مثل ما انقلبه إبراهيم الداود وسعدون غيدان وعبد الرزاق النايف على شقيقه عبد الرحمن عارف عندما أصبح من بعده رئيسا للجمهورية. إذن المسألة لم تكن بالضرورة قضية مناطقية أو عشائرية أو خلاف حول هذه الأمور، بقدر ما كانت خلاف حول طريقة حكم عبد السلام عارف وابتعاده عن فكرة الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة. كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير وفجرت الموقف بين عبد السلام محمد عارف والوزراء والضباط القوميين والناصريين
هي تجاوزه لوزير الثقافة والإرشاد عبد الكريم فرحان بإرسال التوجيهات إلى مدير الإذاعة والتلفزيون عبد اللطيف الكمالي دون علم الوزير، مما دفع الوزير إلى أن يطلب من رئاسة الجمهورية أن يكون الاتصال بمديريات وزارته عن طريقه بشكل مباشر. عبد السلام عارف اعتبر هذا الأمر موجه إليه شخصيا، فقام بنقل مدير عام الإذاعة والتلفزيون إلى مضمد في مستوصف راوندوز، واتصل بطاهر يحيى رئيس الوزراء وبصد، فكان عبد الكريم فرحان في مكتبه، وزير الإرشاد في مكتب رئيس الوزراء، وقال عبد السلام عارف بعبد الكريم فرحان ما شاء أن يقول. وطبعا عرف عبد الكريم فرحان بهذه الشتائم والإهانات، فقدم استقالته يوم 22 حزيران 1963 وغادر إلى القاهرة في اليوم التالي، وبين في استقالته الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وهي: يؤسفني أن أقول والمرارة تملأ نفسي، إنني لا أستطيع إنجاز واجبي للأسباب التالية: أولا، هناك بداية للانحراف عن الخط القومي وأهداف الثورة. ثانيا، شل المجلس الوطني وعدم تمكنه من ممارسة واجباته واتجاه الحكم إلى دكتاتورية فردية تكره المناقشات والنقد. ثالثا، خلق المسؤولون بتعمد ظروفا وأحوالا أدت إلى انقسامات داخل الجيش وخارجه، مزقت الوحدة الوطنية وعرقلت تحقيق الوحدة العربية. رابعا، ضياع المقاييس والضوابط في التعيين وإملاء المناصب بسبب القرابة والصداقة دون النظر للكفاءة. خامسا، وضعت العراقيل بتعمد بوجه الاتحاد الاشتراكي وتشجيع كبار الموظفين على مهاجمته والكيد له. ما سمعت واحد من عندهم كوزراء سوى أنه متذمر من قضية معينة. يعني أنا كانت تصل عندي أسباب للقلق، أوجهها على رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية حسب نوعيتها، وأقل أخليه يفتهم أنه هذه مدعاة القلق هيك قضية. وتنتهي أمثالها كثير. هذولا ما سمعنا من أحد منهم أنه يفكر بهالشيء. بعدين القضية وما جرى من أولها خلاف بين اثنين هم راحوا إلى رحمة الله، وهو عبد اللطيف الكمالي وعبد الله مجيد، هذا مدير عام الإذاعة والتلفزيون، وذاك مرافق، لا سكرتير عام رئاسة الجمهورية، هو يعني ويا عبد السلام عارف. اي صار الخلاف بينهم. ما اكو اكبر منه من القضية هذه كان ممكن حلها، وفعلا ماشية نحو الحل. شلون دكتور؟ عبد السلام بس تسمح لي لا، بداية الامر ما اللي صار كان ممكن تشويته. لا، حادث دكتور، من حوادث عديدة. اي من حوادث عبد الكريم فرحان، العسكريين اللي عملوا وياه ما كانوا مستريحين. وعلى كل حال، وكان هناك
حساسية مستمرة. الوزراء الناصريين الآخرين تضامنوا مع عبد الكريم فرحان فقدموا أيضا استقالاتهم. يعني بعد أسبوع استقال وزير مهم جدا هو وزير الداخلية صبحي عبد الحميد، صبحي عبد الحميد اللي كان من اللي وضعوا خطة انقلاب 18 تشرين الثاني اللي قضى فيه عبد السلام عارف على سلطة البعث واستلم السلطة لوحده، ومؤثر وبين أيضا الأسباب اللي دفعته إلى الاستقالة هي نفس الأسباب اللي أوردها عبد الكريم فرحان في استقالته. يعني أوضح بشكل جلي أنه أنت يا عبد السلام عارف أنا أستقيل أيضا لأنك اتجهت نحو الحكم الفردي وأنك لم تلتزم بالبرنامج المتفق عليه. هنا النقطة الرئيسية في القاهرة لتحقيق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة. في مصر أو الجمهور مجال عبد الناصر الجمهورية العربية المتحدة كانوا عندهم شعور يكاد يكون قناعة. طبعا منشأ هذا الشعور من أحاديث من اللي يقصدهم عبد السلام أنه عبد السلام ما يريد وحدة. وتضامنا مع الوزيرين المستقلين استقال أديب الجادر وزير الصناعة وعبد الستار علي الحسين وزير العدلية وفؤاد الركابي وزير البلديات وعزيز الحافظ وزير الاقتصاد. فحدثت أزمة وزارية أدت إلى تدخل جمال عبد الناصر نفسه لإقناع الوزراء بسحب استقالاتهم، وخاصة وزير الداخلية صبحي عبد الحميد الذي أصر على الاستقالة. أنا ما أريد أشيء لأحد، هم عبد السلام أو الآخرين كانت الحساسية الرئيسية بين اثنين، بين عبد الكريم فرحان وعبد السلام. استغلوا الأزمة اللي صارت بين عبد اللطيف الكمالي وعبد الله مجيد مثل ما يقول يفجرون كل شيء. الآخرين اجوا وقالوا لي صراحة بعد سنوات مما حصل أنهم نادمين على الموقف اللي وقفوه. صارت عبد السلام من نطى مجال قصير الأمد لتشوية الموضوع، بعدين قال لك هذا هو خلي يروح. هذه الأزمة، هذه الأزمة وزارية صارت، أصبحت لأن يعني وزراء مهمين استقالوا، دفعت عبد السلام عارف إلى إقالة الوزارة بأكملها وعدم تكليف طاهر يحيى. طاهر يحيى اعتمد عليه بثلاث وزارات شكلها خلال هذه الفترة، فما كلف طاهر يحيى بتشكيل الوزارة، خصوصا بعد أن ظهرت استقالات جديدة أيضا. يعني محسن حسين الحبيب وزير الدفاع أيضا استقال لأنه عبد السلام عارف ضغط عليه أن ينقل 8 ضباط من القوميين الناصريين خارج بغداد فما قبل. تضامن مع ناجي طالب، ناجي طالب شخصية مهمة لا تقل أهمية عن صبحي عبد الحميد. صبحي عبد الحميد وزير داخلية، ناجي طالب كان وزير الخارجية، فهذا كله أضعف الحقيقة وزارة طاهر يحيى. فلذلك أشار عليه عبد السلام عارف بتقديم استقالته وقدمها في 3 أيلول 1965. يذكر عارف عبد الرزاق أنه كان في زيارة عمل لفرنسا عندما حدثت الأزمة الوزارية،
وعندما عاد فوتح بموضوع تشكيل الوزارة، فاشترط أن يكون وزيرا للدفاع وأن يبقى قائدا للقوة الجوية. فوافق عبد السلام عارف الذي كان يهدف إلى تفتيت وحدة الضباط النصريين. يقول مجيد خدوري في كتابه العراق الجمهوري إن مناورة عبد السلام عارف في تنحية رئيس وزرائه طاهر يحيى وتعيين عارف عبد الرزاق خلفا له كانت ضربة محكمة أحزنت الناصريين وبعثت الأسى في نفوسهم في وقت وجد فيه عارف عبد الرزاق الفرصة المناسبة للإطاحة بعبد السلام عارف وإعلان الوحدة الفورية مع مصر. خطة عبد السلام عارف هذه لإضعاف المسؤولين الناصريين وتفتيتهم لم تقتصر على تعيين عارف عبد الرزاق رئيس الوزراء، بل عمل أيضا على حل المجلس الوطني لقيادة الثورة وإلغائه. كان هناك سبب طبعا، لأن معظم الوزراء المستقيلين كانوا أعضاء في المجلس الوطني لقيادة الثورة، وهم عندما خرجوا من الوزارة بقوا أيضا كأعضاء في المجلس الوطني لقيادة الثورة، يعني مثل صبحي عبد الحميد، عبد الكريم فرحان وغيره. وكان عبد السلام عارف يخشى من تكتل هؤلاء مع مثلا هادي خماس مدير الاستخبارات العسكرية، رشيد محسن مدير الأمن العام، يعني هؤلاء كلهم كان عبد السلام عارف لا يطمئن إليهم، يعني مناصب مهمة، مدير الأمن العام، مدير الاستخبارات العسكرية، ما كان أكو سابقا مخابرات، ووزراء آخرين استقالوا احتجاجا على فرديته كما ورد في استقالاتهم وعدم رغبته بتحقيق الوحدة. وكان يشك حتى ربما طاهر يحيى اللي هو طلب منه أن يستقيل ربما أيضا يتكتل ويصبح موقفه بالتالي في اجتماعات المجلس الوطني لقيادة الثورة صعب، ولهذا بدأ يعمل على حله. يعني وإحنا لا ننسى أنه كثيرا ما واجه مثل هذه المواقف سابقا في المجلس الوطني عندما كان عارف عبد الرزاق يتصدى له.
أوعز عبد السلام عارف إلى بعض أنصاره من الضباط ذوي الرتب العالية بالمطالبة بالانضمام إلى المجلس ليتعكز عليهم في طلب حله. وبعد أيام قليلة من تأليف وزارة عبد الرزاق عارف صدر قانون إلغاء المجلس الوطني لقيادة الثورة وتحويل صلاحياته إلى مجلس الوزراء. وهكذا أصبح عارف عبد الرزاق أعلى سلطة بالبلاد بعد عبد السلام عارف، لأنه يمسك الآن بزمام رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع كما قلنا والقوة الجوية، ولم يعد هناك مجلس لقيادة الثورة الذي أصبحت صلاحياته لدى عارف عبد الرزاق كرئيس للوزراء. وهذا يعني أنه إذا عارف عبد الرزاق سيكون أقوى سلطة في البلاد في حالة غياب عبد السلام محمد عارف، وهذا ما حدث. يعني عندما غادر عبد السلام محمد عارف البلاد لحضور مؤتمر القمة العربي الثالث في المغرب في الدار البيضاء، غادر يوم 11 سبتمبر 1965، عندما غادر أصبح عارف عبد الرزاق أعلى سلطة في البلاد وليقود انقلاب عسكري لعزل عبد السلام عارف. كان أغرب ما فيه فشل هذا الانقلاب خلال ساعات، وهرب عارف عبد الرزاق رغم أن عبد السلام عارف كان خارج البلاد. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الحلقة القادمة.